مشاهدي قناة العراقية الكرام، نرحب بك أجمل ترحيب. أستاذ سلمى، تعاقدتم أخيرا مع شركة تي يو في، ما الغاية من هذا التعاقد؟ احنا بوفق القانون اللي يخص وزارة التجارة، وزارة التجارة مسؤولة على تنظيم ورسم السياسة التجارية للبلد الاقتصادية الداخلية والخارجية. ومثل ما تفضلت من المقدمة، الفوضى العارمة بالاستيراد دفعتنا لهذه الخطوة. ضعف الصناعة المحلية والوطنية دفعتنا لهذه الخطوة. السيطرة على خروج العملة الصعبة دفعتنا لهذه الخطوة. زين، هو شنو اللي كان يصير بالمنافذ؟ يعني هاي الفوضى العارمة بمن تجسد أستاذ سرمد؟ عفوا، احنا عندنا أول نقلة صارت تحويل الإجازة، إجازة الاستيراد من الورقي إلى الإلكتروني عام 2018. زين، نهاية 18. وكانت إن شاء الله خطوة إيجابية، رغم أنه صارت عليها بعض اللغط، لكن الحمد لله الكل انسجم معها، وكانت من أهم الدوائر الساندة إنا والداعمة إنا، هي أية منافذ الحدودية. زين، ثم انتقلنا لهاي الخطوة بعد ما شفنا حجم الاستيرادات بشكل عام، يعني يفوق التصدير ويفوق حتى، يعني ما بالغ العملة الصعبة اللي تطلع خارج البلد، وضعف الصناعة عندنا المحلية.